صوت العرب من القاهرة. سر السعادة بسيط جدا، عيشها ببساطة تعيش أحسن من غير ما تتعب ولا تسأل. هتشوف معانا العيشة أجمل، عيشها ببساطة. ببساطة مع الدكتور وائل صفوت وسعدية حسين. عيشها ببساطة دي دعوة وحملة ومفهوم جديد احنا بنطلقه من خلال برنامجنا، علشان نستخدم حاجات كتير واستشاريين كتير ومعلومات كتير، ولو عندنا أسئلة برضو نبعتها ونتواصل بيها علشان نستضيف لكم ونجاوب عليها من خلال الاستشاريين المميزين. والنهاردة ويمكن لكذا حلقة هنستضيف حد متميز جدا جدا في حاجة كلنا بنحتاج لها، وهو العلاج النفسي. ازاي نعالج نفسنا، ازاي نكتشف نفسنا. معانا ومعاكم أستاذة سارة المهدي، معالج نفسي. ازاي حضرتك؟ ازاي حضرتك يا فندم؟ ازاي عامل ايه؟ الحمد لله. انا الابتسامة الجميلة بتاعتك مدياني امل ان الحلقات هتبقى حلوة وهنخلي الناس تعيشها ببساطة. اكيد، هو اهم حاجة البساطة. بالظبط، احنا مكلكعينها شوية والحياة مكلكعانا شوية برضو، بس احنا هنحل الموضوع. هو احنا اللي مكلكعينها، لانه الحياة مش ما اتخلقتش مكلكعة، بالعكس اتخلقت بسيطة. احنا اللي بنحط لها بقى في اوليات. فاحنا بنحط حاجات مش لايقة على بعض زي ما بيقولوا. طبعا. ونرجع نعيط. لا، وفي حاجات ممكن تبقى قيم، حاجات بتحدنا شوية او بتحط علينا ضغوط، وحاجات برضو في شخصيتنا احنا نفسنا، يعني في استعداد شخصي او الشخصية نفسها. صح، هي فكرة الفاليو انت بتستخدمها. تمام. لو فاليو استخدمتها في وقت مش وقتها بيبقى ده معناه ان انت ستريسد، انت بتشتغلها او مضغوط. بتعملها دفاعا عن النفس. تمام. يعني قيم معينة ممكن تبقى كويسة في وقت ومتعبة تاني تكون على الرغم ان هي تبان حلوة بس مش في وقتها، فرد فعلها عليك في حياتك مش كويس. طيب، احنا مش عايزين نكلكع الدنيا، احنا بنقول نعيشها ببساطة. فاحنا موضوعنا النهاردة عن التحليل النفسي والعلاج النفسي. انا هستفيد ايه لو عملت تحليل لنفسي؟ يعني انا عرفت ان شخصيتي كذا او كذا او كذا، هستفيد ايه؟ هو دايما احنا بنستفيد، او لما نحط نمسك قلم ونرسم رسمة فيها الحاجات الكويسة والحاجات الوحشة والحاجات الناقصة او لا. لانه الانسان بطبعه العقل الباطن بيتحكم فيه بنسبة 95%. 95%؟ ده كتير قوي. وبالتالي العقل الباطن هو مكان غير محدد. وباور تراك كبيرة جدا. ستوك مش طبيعي من ستوك لكل مخزون من حاجات كثيرة يعني. بالضبط. احنا وظيفتنا ان احنا نوجه الباور دي في مساراتها الصحيحة. فلما بقعد احط الرسمة بتاعتي بتاعت دماغي على حاجة وابصلها، ببدأ ادرك ايه اللي ناقص، ايه اللي عايز تعدل. انت عايزة توصلي لي ان احنا الرسمة دي هي شخصيتنا، ان انا اعرف ان انا عنيد، ألوق، بحب البساطة، بحب الخروج، بحب الفسح. يعني التحليل النفسي فيه جزء من ده؟ طبعا. فكرة ان انا اقعد اتكلم مع نفسي، للأسف احنا 3/4 بنيجي نتكلم مع نفسنا بنتكلم بشكل سلبي. ببدأ امسك الحاجات اللي مش أقعد كويسة، احاسب نفسي يعني، ولوم نفسي عليها. وده اكبر غلط صحيا ونفسيا. ولكن الصح ان اعمل كشف، اشوف انا امتى بتصرف كويس، طب ايه اللي بيحفزني بشكل لطيف، طيب ايه السبب اللي خلاني ما بقاش على نفس الاداء. وبالتالي بعمله بأي نية، انه انا اشوف النواقص وابدأ املاها، او ابدأ احط فيها باور، او ابدأ الاقي استراتيجيات جديدة او طرق جديدة ببساطة علشان اقدر اعيش حياة افضل. طب بس انت اللي بتقولي ده علاج نفسي، انا عايز اعرف دور التحليل. طبعا في حاجات تحليل على الانترنت، وفي تحليل 1-to-1 اللي هو شخص بيحلل حد تاني، وفي حاجات very deep الواحد يقعد فترة فيها. يعني طبعا في حاجات كتيرة لسمات الشخصية، وفي حاجات كتيرة في التحليل بتبين حاجات. ايه اللي هستفيده لو انا عملت كده، وازاي اعمله؟ ده مهم جدا. هو انا من وجهة نظري الخاصة البسيطة، ان انا اقعد ارسم لنفسي رسمة بصرف النظر عن النظريات الثابتة اهم بكتير من اني اعملها بشكل
محدد قوي كده، يعني اعرف نفسي بالمعنى البسيط كده، اعرف نفسي بالظبط. ليه؟ لانه هم اكتشفوا، حتى كل علماء النفس القدام، هو انا كنت بقول دايما انه كل مدارس علم النفس هدفها حاجه واحده بس، انها تريح البشر. فهم بتكلكع لهم الدنيا، انا حاسس كده يعني. هم حاولوا يفهموهم، ودي مشكله، لانه البني ادمين ما يتفهموش، يتحسوا. فالعلماء زمان كانوا بيفهموهم، فبداوا يحطوا نظريات او قوالب لتفسيرهم، بس كانوا بيحطوا لنفسهم بالمناسبة. يعني هو عايز يعرف لما يشوف بني آدم بيعمل السلوك ده، إذا هل هو انطوائي ولا اجتماعي أو نمطه إيه بالظبط. تمام. لكن أحدث الأبحاث أثبتت إن ده نوع دلوقتي في عصرنا الحالي، نوع من أنواع الستامب، أو نوع من أنواع أن أنا أديله لقب معين أو حاجة معينة وخلاص. بالضبط. ويبقى غصب عنك قالب. يعني مثلا كده أنا عملته قالب يعني. بالضبط. تيجي تدخل لحد متخصص يقولك أنت انطوائي، فأنت طول الوقت هتفسر سلوكياتك بناء على الكلمة. صح. أنا شايفة أن ده نوعا ما مضر طبعا، لأن الشخصية هي مجموعة من العوامل، في حاجات وارثها، وفي حاجات في شخصيتي فعلا، وفي حاجات بتغيرها الظروف، وفي حاجات انا لو عشت في بره مثلا غير لو عشت في مصر، لو عشت في التسعينات غير لو عشت في الالفينات مثلا. بالظبط. مهم جدا كمان افهم ان في حاجه اسمها مثيرات وحاجه اسمها استجابات. المثير هو اللي ممكن يثير فيا السلوك الانطوائي، ومثير اخر ممكن يثير فيا سلوك جيد. تمام. في موقف مختلف او في وقت مختلف. بالظبط. يعني اتعرضت لضغط معين في وقت معين ممكن يعمل فيها حاجه. طيب انا مش عايز الدنيا تتكلكع، عايزين بقى نقول للناس يعملوا ايه علشان يحللوا شخصيتهم، ولما يحللوها يستفيدوا من ده ايه. يعني في مثلا موقع معين، ولا لازم 1-to-1، ولا اعرف شخصيتي ازاي، وانهي نظريه اللي اطبقها. هو مهم جدا ان انا ابقى عامله زي سكادجول كده او جدول في اكتر حاجات انا مبسوطه منها في حياتي. اوكي. والحاجات دي بتمدني بايه بالظبط، وبتديني باور ازاي. الواحد يقعد مع نفسه يكتبها كده في حاجه. بالظبط. انا ايه اكتر حاجه بتبسطني بالظبط، ايه الحاجات اللي بتدعمني في الحياه. تمام. شغلي، اسرتي، شخص معين، ظرف معين، اكل، شرب، اي حاجه برضو يعني. بالظبط. ليه؟ لان ده بيعمل حاجه اسمها دايره التركيز. تمام. بيكبر مخي انه يركز على الحاجات اللي بتديني دعم. بعدها ابدا اشوف ايه اللي ناقص، مش تمام. العكس. تمام. يعني ما بتحبيش انت اللي هي المدارس بتاعه التحليل الكالر مثلا، او الكالر تيستينج اللي هو التشخيص بالشخصيه بالالوان، والحاجات الاخرى اللي شبهها دي. الكالر تيستينج هو انا بشوفه اكتر مهم الالوان، ان انا افهمها عشان ادعم نفسي، مش عشان اشوف انا ناقصني ايه. فاهم قصدي؟ يعني هي فكره انه ايه، ان انا اقول انا دلوقتي طلع لي اللون البني، اللون البني يعني ارهاق، قاعد احس بنفسي انا مرهقه ليه. ايا كان الطريقه بتاعت التحليل، بالالوان، بالتحليل النفسي بتاع فرويد من زمان، ايا كان، مهم يكون سببه ان انا الاقي نقط القوه قبل ما الاقي نقط الضعف. طبعا. ما هي احنا حتى في البيزنس بنتكلم على حاجه اسمها سوات اناليسز، اللي هو تحليل مواطن القوه والضعف والتهديدات يعني. فده ممكن برضو يبقى جزء في تحليل النفسي. هم اثبتوا بطريقه او باخرى انه الشخص اللي بيفكر نفسه كل شيء بيدعمه في الحياه، مناعته بتكون افضل. طبعا طبعا. احنا خلينا نقول بس النصيحه بتاعتك بقى، بتاعت ساره للناس بما له علاقه بالموضوع ده، يجيب ورقه وقلم ويعمل ايه. ورقه وقلم، واكتب كل الحاجات الكويسه اللي بتثير فيا ردود الافعال الكويسه، كل شيء بيدعمني في الحياه، واخليه في دايره الفوكس بتاعتي. بعد ما اخلص بحط نيه ان انا دايما ارجع للنقط دي. ما دي هنتكلم بقى فيها في العلاج. يعني انا النهارده بس مهتم بحته التحليل اكتر. ان انا ورقه وقلم ودايره وفيها دوائر صغيره، كل حاجة فيها مؤثرة، كل دايرة في حياتي بتتكلم إزاي؟ عن شخص بيدعمني، لون بحبه، حيوان كويس، شيء معين لما أكلة بعمله بحبها. يعني أي حاجة بحبها. بالظبط كده. وده يبقى الفوكس بتاعي جوه الدايرة. بالظبط. وراجعها بانتظام كل يوم، مثلا الصبح قبل ما نام. طيب احنا هنكمل أكيد معاكي في حاجات تانية النهاردة، بس كنا ايه بنفتح كده الورق في موضوع الشخصية والعلاج النفسي، وهنكمل معاكي أكيد في حاجات جميلة، أنا شايفها جميلة جدا جدا إن شاء الله. ميرسي جدا. شكرا جزيلا لحضرتك. عيشها ببساطة.
مع الدكتور وائل صفوت وسعدية حسين.